الرحمن الرحيم تشرفنا هذا النهار باش نحضروا في هذا الملتقى الثقافي اللي نظمته الجماعه ديال الحوافات اللي بالمناسبه تنبغيو ننوهوا بالمجهودات اللي تيقوم بها السيد الرئيس عبد البي العيدودي واللي ان شاء الله يقتداو بها الجماعات الاخرين وخاصه ان هذا الفن ديال التبويضه وديال الفروسيه بدا تنضطر في بعض الجماعات اللي نتمنوا انهم يقتديوا الجماعات المجاوره وتنرحبوا بالقافله ديال بابا عاشور في الجماعه ديال الحوافات في الدوره 13 ديالها واللي اول خطره تكون في عالم قروي واللي نتمنوا انها تستمر على هذا المنهج وتنتمنوا التوفيق للسيد الرئيس وشكرا كينيت خاطرونتيس. الحاصل على الجائزة الكبرى في الحلقة مهرجانات خارج أرض الوطن داخل أرض الوطن بمسرحية جديدة إن شاء الله اللي غادي تكون في هذه الأيامات اللي غادي تكون داخل أرض الوطن وغتكون في بلجيكا وغتكون في هولندا مع شرقي سروتي وجواد السايح تنحية للفنانة. أنا تنتوجد في واحد المدينة اللي أول مرة تنجي لها جمعية الحوافات تحية لهم وتحية للناس ديال الجمعية ديالهم وتحية ديال الرئيس وتحية ديال الناس اللي هما يعني دايرين خطوة ودايرين جهدهم وواقفين تنحيهم في هذا الموسم هذا.